تعوزني فرعنك؟ هل ما لقيتش حد يصدني؟ ايه لازمته الكلام ده واحنا على الاكل؟ من عمايل منير خوخي فيكو. الله، ولا رايك يا ابو ناصر؟ ربنا يهديه ويهدينا جميعا. ده ربنا هدى الناس كلها، هتيجي الحاج عنده هو وتقف تستند بعيد عنك. يا ساتر يا رب، هو انت ما عندكش كلمه عدله ابدا تقولها؟ حقريه اللي انا بنصحكم ولا اقول لكم طريقكم؟ ده انا حتى بهدي النفوس. يا اخويا ده انت بتشعلل فيها جاز وعايز تولعها فينا. عاجبك كده يا ميزو؟ حقك عليا ما تزعلش. اسكت يا منيره. اديني سكت يا معتز ما اشوف اخرتها. اخرتها يا احمد منير هتسلك كل اللي وراكم قدامكم بكره طول السنه دي. يا باي عليك، ده احنا مش هنخلص من السيره دي والله. لا انا قايمه. لا استني يا منير، الراحه فين؟ خليك قاعده. اقعد يا منير، العيال قاعده. هخش المطبخ. احسن برضه، عملت طيب. ده حتى بيقولوا راحه الجسم بين بتتعرق. اخويا بقول لك يا منير، هتقعد معاك ده القانون اللي باخده نص الاكل. اكل؟ هو فين الاكل ده يا اخويا؟ ما انت خلصت على الاكل. حقك عليا يا حاج، ما تزعلش مني. معلش السوق كان وحش وانا بتنرفز، ما تزعلش مني. وده يخليك ما تحبش الخير لاخوك. معتز، معتز ده اخويا. هو يعني علشان خاطر من ام تانية يبقى انا بعتبره مش اخويا؟ لا، ده اخويا وخالص صغير كمان واحب له الخير. بس معلش، هو طالب قرشين في ظروف وحشه قوي. السوق وحش وفلوسنا بره، مصاريفنا كلها بره في السوق مش عارفين نلمها. طب ثلاثة بالله العظيم يا حاج، أنا فكرت كده استلف له القرشين دول من أي حد وأديهم له، بس ما تزعلش. يعني أنت عرفت غلطك وندمان عليه؟ وطالب السماح منك يابا. أنت عارف أنا ما أقدرش أعيش في الدنيا دي إلا برضاك عليا. ربنا يهديك يا ابني. ربنا يخليك لي يا حاج. أنزل بقى عشان محل لوحده. ماما ايه ده؟ انت بتعملي ايه على الصبح كده؟ ازاي تيجي من غير اذن؟ وازاي تشوفيني بالبيجامه ده حتى في الوحش؟ على فكره انا مش جايه عشانك اساسا، انا جايه افطر مع حماتي حبيبتي لحد ما سعادتك تصحى وتاخد دش، بعدين بقى نروح نجيب شويه حاجات ونروح نجيب النجف من درب البرابره. درب البرابره يا بنت سلطح بابا، وعامله فيها انجليزي وديزاينر والخمسه دول. ها بطل رغي، بطل رغي وخش غير هدومك عشان نفطر سوا قبل ما تنزلوا. قبل ما تنزلوا مش نازله معانا ولا ايه؟ انا مش هجيب حاجه غير على ذوقك يا ماما. لا، كل حاجه هتيجي على ذوق سلمى. على ذوق سلمى؟ قولي له يا طنط. مين يا طنط؟ انت معايا ولا عليا؟ انا مع الحق. مع الحق، ادي اخره اللي مراته تبقى صاحبه امه. طب هو يا بقى وديني اللي انا مغير ريقي ومغير هدومي ونازل ضرب البرامج، عامل ايه؟ اقعدي يا حبيبتي، اقعدي اقعدي. يلا اوعي تزعلي منه، انت عارفه حسام قلبه طيب واللي في قلبه على لسانه على طول. ازعل منه ليه؟ هو فاهم غلط اساسا. ازاي يعني؟ الله يكون في عون اللي مراته ما تصاحبش امه. والله يا بنتي عندك حق، ده تبقى عيشته مرار. تخيل يا طنط لو كميتنا ما كانتش ماشيه مع بعض، كان حسام ده حصل له ايه؟ الشر بره وبعيد يا بنتي. ده انت حبيبتي يا سلمى، انت عارفه معزتك عندي والله قد شاهين ده بالظبط. ربنا يخليك يا طنط. خواجه البير بعت لي رساله دلوقتي يا كبير. بيقول فيها ايه؟ عاوزنا اسافر له عشان نرتبه للعمليه الجديده وندفعوا له المعلوم. على خيرة الله، ظبطوا له امور سفره وجهزوا المبلغ اللي مطلوب من حسابنا اللي بره مصر. اوامرك يا كبير. ماشي، هنجهز المطلوب. مش يا سلمى، انت ما بتتعبيش؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الله يخليك، الله يخليك. انت بذمتك تعبت من 3 ساعات ماشي بس؟ اقعدي يا سلمى، اقعدي. اه تعبت والله العظيم، تعبت معايا رأف. انت ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله عليك. ليه ده؟ على اساس ان انت يعني في شغلك قاعد على مكتب مش قاعد بتجري ورا مجرمين وكده وضرب رصاص وحاجات كده؟ يا حبيبتي الجري ورا الحراميه اسهل بكتير، الحرامي بياخد له دقيقتين ثلاثه وبتنشي رصاصه، يا تخلصي عليه يا تقبضي عليه يا بيهرب يا بينشني هو رصاصه واخلص وارتاح، انما 3 ساعات ماشي على رجلي. وايه رايك يا حسام؟ وقول لي ذوقك يا حسام، وادفع يا حسام، حرام ما يرضيش ربنا ده. انا غلطانه، هنزل اكمل لوحدي. هو لسه فاضل حاجه تانية عشان تشتريها؟ يعني فاضل شويه حاجات صغيره كده. حلو، حاجات صغيره يبقى انا ماليش فيه، انت بقى تقدري يعني مع نفسك. طب والنجف؟ نجف؟ ايوه النجف يا حسام. طب هو انا يعني انا لازم انزل اشتري نجف؟ ايوه طبعا. طب بص، انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك ذوقي في النجف وانت اشتريه انت. انا شايف ان احنا نجيب نجف نحاس يعيش العمر كله. نحاس ايه يا حسام؟ ده انتهى من زمان. ايه مفيش نحاس في البلد؟ بطل هزار بقى. ما بهزرش والله العظيم يا سلمى. طب بلاش نحاس. كريستال، نجيب نجف كريستال. كريستال ايه ونحاس ايه؟ انت قديم قوي. قديم؟ ايوه دلوقتي في حاجات الترا مودرن حلوه قوي. في حاجات ايه يا اختي؟
الترا مودرن. الترا مودرن ما هي البغبغه بتاعتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا ما بفهمش الكلام ده، انا راجل زي ما انت قلت كده قديم قديم ما بفهمش الكلام ده. شوف انت نقي اللي انت عايزاه وانا واثق في ذوقك. هتيجي معايا؟ مش هاجي معاكي. واثق في ذوقك يا سلمى بقى ارحميني. انت عرفت ذوقي منين؟ الا عرفت ذوقك منين؟ انا كل يوم اول ما اصحى ابص في المرايه اشوف العسل ده، اقول ايه البنت اللي ذوقها حلو دي. اهو تروحي لوحدك بقى. برضه هتيجي معايا تجيب النكهه؟ برضه هاجي معاكي. طيب بص يا سلمى، انا هاجي معاكي نجيب النجف، بس توعديني تيجي حد يعلق النجف ونتغدى الاول. ممكن؟ ممكن. الا قول لي هادي يا دياب، بيني وبينك يعني انت مبسوط بالعروسه ولا واخدتها كده سد خانه علشان ترضي ابوك؟ بصراحه كده يا ابوي، انا كنت داخل الجوازه دي عشان اراضيك، لكن لما شفت حكمه خشت دماغي. تمام. أماليه مش نجاوتي. المهم اتجدعن وخلف لنا عيل عشان نفرح بيه، علشان هديك النبوت ده. كيف يا ابوي؟ ده النبوت ده بالذات عمره ما فارقك واصل لا في ليل ولا نهار، كانه حتى منك وانت حتى مني، لا عشت ولا كنت تاخده منك. النبوت ده من عمرك، هدهولي جدك الله يرحمه الله. يوم ولدتك، ومن ساعتها باستفال بيه، وفي الايام الاخيره بقيت اتعكز عليه. قولك ده يا ابوي، النبوت ده ليه معزتين حداك. النبوت يا ولدي شرف الراجل وقوته، المهم يكون عارف بيضرب به مين وفين ومتى. ربنا يخليك لنا يا ابوي وما يحرمناش من نصايحك. واصل تعرف يا دياب، انت بالذات دونا عن كل اخواتك ليك معزه في قلبي ربنا عالم بيها. ربنا يديم المحبه ويقدرني على قد جمايلك يا ابوي. جمايل ايه يا ابو دم ماسخ انت؟ انا ليك انت واخواتك، بس انت زياده هبابي. وليه الهبابه الزياده دي يا ابوي؟ عشان انت النسخه الحلوه مني، وبعد العلام هتبقى احسن مني كمان. العفو يا كبير، يا ريتني اجي ربعك حتى. ربنا يخليك ليا ويخلي اخويا جابر كمان. جابر ربنا يحفظه. جابر ده رفيق عمري، خلفته أول ما خضر شنبي، بس يا خسارة واخد الدنيا عافية ودماغه حجر صوار، وآخره لو اتمعظم هيبقى زيي. عشان كده أنا أملي فيك كبير، تحسن نسلنا وتجيب لنا عزوة متنورة يرفعوا اسم البطاطش عالي ليوم الدين. في حياتك يا كبير. ما حوصيكش، راعي ربنا في مرتك وعيالك عشان ربنا يحفظك ووعاك من الحرام، دي زيادته نقصان واخرته خراب. واذا كنت خلبصت كديه ولا كديه قبل الجواز فبزيادك عاد، عشان ربنا يحفظك ويبارك لك. امرك يا كبير. تعال يا واد، تعال بباطي، اتوحشتك. قرب. عمورة عمورة، قوم يا حبيبي، انت نايم من امبارح، قوم اصحى عشان تاكل حاجة. لا يا حبيبتي سيبيني، انا تعبان قوي، نفسي انام. لا مش هسيبك، قوم يلا، قوم بقى يا بيبي يلا، قوم بطل كسل. يو يا ماما حرام عليكي بقى. حرام عليكي، الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده ولا ايه؟ ايه ده يا عمر؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في وشك؟ ايه 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 يا ماما خضتيني؟ مفيش حاجة، ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش. ما خافش ازاي يا حبيبي؟ انت وشك متشلفط على الآخر. في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ ولا حاجة يا ستي. الناس ثبتوني وانا خارج من البنك، افتكروني خارج بفلوس، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوس كمان. ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل حبيبي. الحمد لله انها جت على قد كده، ما تقلقيش يا حبيبتي خلاص. طب قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي يلا، قوم عشان عامله لك الاكله اللي انت بتحبها. اوبا. شكلك عامله لي مكرونه بشاميل صح؟ صح يا نور عيني، قوم. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يخليك ليا يا حبيبي. طب عارفة أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ إيه يا حبيبي؟ ذكائك، ذكائك وثقتك بنفسك. طبعًا يا ابني، قالوا العلماء في علم النفس سر نجاحك الثقة بالنفس.
يا واد يا جامد انت. طب عارفه سلمى انا بجد من قلبي بتمنى لك ايه؟ ايه يا رب؟ يبقى عندك اكبر بيت ازياء في العالم، يعني مثلا زي كوكو كوكو كوكو, كوكو شانيل. كوكو شانيل؟ لا طبعا. يبقى انت كده لسه ما فهمتنيش على فكره. ليه؟ عشان انا ما يفرقش معايا الفلوس والشهره والحاجات دي، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان ابقى مقتنعه بالشغل اللي بعمله وابقى ناجحه فيه. ان شاء الله يحقق لك كل اللي بتحلمي بيه يا حبيبتي. من بقك لباب السماء يا رب. بس عارف انا مستغربه يعني شويه انك مش غيران ان انا ممكن في يوم من الايام ابقى ناجحه زيك. ده يوم المنى، اولا لانك حبيبه قلبي، ثانيا لان انا كمان عندي طموح. وانت فكرك انا عايز ابقى ظابط عادي كده؟ انا بحلم ابقى في يوم من الايام وزير الداخليه. لا واضح ان طموحاتنا مختلفه خالص. يمكن، بس الهدف واحد، اننا ننجح ونعيش حياتنا من غير سقف ولا قيود. بحبك وانا بموت فيك. امك في الحمام قاعد بخبط عليها ما بتردش. في سؤال محيرني وعاوزك تجاوبني عليه يا صديق بيه. خير يا محروس؟ هو انت صح عمي؟ اتجننت يا قد؟ وليه ما تقولش اني عجلت وشلت الغمامه اللي على عيني؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ ريح قلبي، ريح قلبي ورد على سؤالي. طبعا عمك اخو ابوك من دمه ومن لحمه. قلبك ارتاح دلوقتي؟ امال ليه ما حسيتش انك عمي؟ انا عملت ايه فيك عاد عشان تقول كده؟ دي جزات يا محروس ان اديتك ارضك من ورث ابوك عشان تزرع فيها على كيفك. صح، بزرع فيها على كيفي، بس انت بتجي في اخر الموسم وتلم المحصول كله وتبيعه وتحط فلوسه في جيبك. عشان خايف من ولاد الحرام يضحكوا عليك ويميلوا دماغك وياخدوا الجرشينات. وبعدين انا بدي امك شهريه تصرف عليكم من نهي. انا مش عيل صغير عشان تخاف علي يا صادق بيه، انا راجل واعرف مصلحتي زين. انت لساك صغير وانا اعرف مصلحتك اكتر منك، وما تسمعش حكمك دي شطان. وانا عرفت انك كنت حداها النهارده، واكيد هي اللي ميلت دماغك. قال يا فرعوني فرعانك، هل ما لقيتش حد يصدني؟ وايه لازمته الكلام ده واحنا على الاكل؟ من عمايل من ايه خوفي فيكم؟ الله، ولا رايك يا ابو ناصر؟ ربنا يهديه ويهدينا جميعا. ده ربنا هدى الناس كلها، هتيجي الحاج عنده هو وتقف تستنى بعيد عنك. يا ساتر يا رب، هو انت ما عندكش كلمه عدله ابدا تقولها؟ حق عليا ان انا بنصحكم ولا اقول لكم طريقكم؟ ده انا حتى بهدي النفوس. يا اخويا ده انت بتشعلل فيها جاز وعايز تولعها فينا. عاجبك كده يا ميزو؟ حقك عليا ما تزعلش. اسكتي يا منيره. اديني سكت يا معتز ما اشوف اخرتها. اخرتها؟ الحمد لله احنا الزمنير هتسلم كل اللي وراكم قدامكم بكره طول السنه دي. يا باي عليك، ده احنا مش هنخلص من السيره دي والله. لا انا قايمه. لا اسمي منيره، راحه فين؟ خليكي قاعده. اقعدي يا منيره، العيال قاعده. هخش المطبخ. احسن برضه، عملت طيب. ده حتى بيقولوا راحه الجسم بنت الطعام. اخويا من غير منيره هتلاقي معاكي ده القانون اللي باخده نص الاكل. اكل؟ هو فين الاكل ده يا اخويا؟ ما انت خلصت على الاكل. خير يا دكتور؟ طمنا. الحمد لله جت سليمه، ماما بقت زي الفل، ما تقلقوش عليها. امال اللي حصل ده من ايه يا دكتور؟ السكر كان عالي عندها شويه، من الواضح انها لخبطت شويه في الاكل ومش منتظمه على العلاج. خلي عينيك عليها يا ولاد. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين، كتر خيرك. تحت امرك يا استاذ. في امر الله، ربنا يخليك. خلي عينك على امك لغايه ما اوصل الدكتور. حاضر. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. الا على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. ما تقعديش بقى تقلين عليكي كل شويه، الواحد مش حامل الخضه دي. انا مش قايل لك امك تاخد الدواء في مواعيده؟ اهدى عشان امك تعبانه. إيه؟ مش المفروض تتعب يا محمد. جرايه يا حسام، هو بس من ساعه ما شاهين ده اتجوزت ومحدش بيتابع معاها. يعني شاهين ده اتجوزت امك تروح مننا؟ انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه؟ مش قادر تاخد بالك منها؟ قول لي وانا قاعد جنبها. انت مش شايف انك عصبي زياده حبتين؟ زياده حياه امك قدامها كلمه زياده؟ مش قصدي، بس انت مكبر الموضوع يا حسام. لان الموضوع كبير، انت العيل صغير ومش قد المسؤوليه، فالح بس الدور وتتسربح في النوادي والهبل بتاعك ده. خلاص يا حسام، ما تكبرش الموضوع يا حبيبي. انا قدامك حلوه زي الفل اهو. انا اسف ان انا عليت صوتي وانت موجوده. معلش يا حبيبي، أنا مقدرة والله. حسام. يا فندم. تعالى صالح أخوك. خلاص يا ماما، مفيش حاجة. أنت عارف إن أنا لغاية أمك وبتجنن، تاخد بالك من أمك. أخويا الكبير ومن حقك تعمل اللي أنت عاوزه. وأنت عايز رزق. لا بس متربي. بصراحة متربي. هو أنا طلعت من الدنيا غير بيكو. ربنا يخليكوا ليا وما تحرمش منكوا ابدا. ولا يحرمنا منك يا ست الكل. ما احلس اخويا. امي. طب ما هو عادي، امي انا كمان. اقعد بوس وانا بوس بقى. نزل. عارفه يا ايمان،
اخويا منير ده اللي بدافع عنه قدام شلب جوزي بيطفحني الدم وريني الويل. بس اعمل ايه؟ اديني ساكته وصابره. ليه هو بيعمل ايه تاني؟ انت فاكرك بيديني الشهريه اللي بيبعتها لي الحاج كل شهر؟ امال ايه؟ ابدا، بقاله 3 شهور مش بيديها لي وبيطلع لي كل شهر بحجه وحجه. معقوله؟ واكتر من كده كمان، حتى لما كان بيديها لي كان بيقرطم منها. طب انت ليه ما قلتيش لحاج؟ اخاف اقول له يتعصب زي عادته ويجرى له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما انا عارفه اقول لك يا منير. ورغم ده كله ما بستحملش شلبي يجيب سيرته في حاجه. طبيعي لازم تدافع عن اخوكي قدام جوزي. اصل انا عارفه شلبي جوزي ده يحب طول عمره يدي في حقن، يولع الدنيا دي كلها حريقه. اللي زي اخوك منير ده يا ميزو، اللي يسكت له يركبه ويدندن رجليه. ده عايز واحد بقى يلبس له الوش الخشب ويحاسبه على الصغار عن الكبير. شلبي ما تنساش ان منير ده اخويا الكبير. ما هو المصيبه ان اخوك الكبير، امال لو كان حد غريب كان عمل فيكوا ايه؟ ما اقدرش اخسر اخويا حتى لو اكسب فلوس الدنيا كلها. يا سلام على قلبك الابيض الطيب، والله انت غلبان. انت اختك الغلبانه اللي جوه دي، ده لو ناس تانيه كان خلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. ما كفايه بقى شلبي، انت ما عندكش سيره غير سيرتنا مع منير ولا ايه؟ تامر ولا تامر، اشفط بطنك وقوم. هلا قوم بقى. يا نهار اسود ومنيل، انا قلت لامك 100 مره ما تلبسكش فلانه الحراميه دي. قوم. سيبه النهارده اجازه من المدرسه. انا جايب له شوكولاته عشان يروح بيها المدرسه ويتنطط على زمايله. سيبك من تنطيط ابنك وخلينا في تنطيطك انت. ما خلاص يا بت، خلاص انا صالحت ابويا وكسبت رضاه وبقينا زي السمنه على العسل دلوقتي. اهو كده ابوك يبقى راضي عليك وتتقي شر غدره. اسمع كلام مراتك حبيبتك تكسب. لو كنت سبته زعلان منك ما تضمنش، ممكن بكره الصبح يكتب الحكايه كلها المعتزه ومنيره بالعند فيك. انما طول ما انت بتاخده على قد عقله هيدي لك الامان ويعمل لك اللي انت عاوزه. ولو كان ابوك عاوز يسلف اخوك سلفه وكتبه وصل امانه بالمبلغ. وصل امانه يا بنت اللذينه. يا شاهين ده كويسه والله يا حبيبتي. والله ماما زي الفل. انا مش عارف انت بتعملي ليه كده، بس مفيش حاجه. ايه دي؟ الله يخرب بيتك يا محمد. قالها قالها وقلقها. يا حبيبتي اهدي. طب ممكن تهدي؟ طب هات هات وانا هكلمها. هي مش هتطمن. طب طب هتكلمك بنفسها اهي. هتكلمك اهي. خدي خدي. الو. ايوه يا ماما. الف سلام عليك يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي انا كويسه خالص، ما تقلقيش كده. برضو يا ماما تبقي تعبانه وانا اخر من يعلم. حبيبتي ما حبيناش نقلقك، وانت عروسه بقى في شهر العسل. يا ماما عسل ايه بس؟ انا قلت لساهر ان احنا لازم نرجع حالا، هناخد اول طياره وهنكون عندك. مش مستاهله يا حبيبتي، دول كانوا شويه تعب وراحوا لحالهم الحمد لله، وانا بقيت كويسه وزي الفل دلوقتي. بجد يا ماما ولا بتطمنيني وخلاص؟ لا يا حبيبتي بجد والله انا كويسه وزي الفل. وقال لو كان في اي حاجه كان اخواتك كلموكي وقالوا لك انزلي انت وجوزك. بس انا عاوزاكي تطمني انت وساهر وتتبسطوا بقى كده وتتفسحوا وترجعوا لنا بالف الف سلام. حاضر يا ماما، بس وعديني ان انت هتاخدي بالك من صحتك، واحنا كلها يومين بالكتير وهنكون عندك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ترجعوا لنا بالف سلام. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الله يسلمك يا حبيبتي، مع السلامه. هيا يا ستي طمنتي. لا. ليه يا حبيبتي؟ مش قلت لك حاجه بسيطه وهتعدي ان شاء الله؟ يا رب يا ساهر، ربنا يستر بقى. ربنا يحفظك يا طنط. يا رب. هو انا ليه مش مصدق نفسي ان انا قاعد معاكي وبنتكلم وعيني في عينك كده؟ ليه؟ طب شيل ايدك اتكلم ببقك، انا سامعك كويس. معلش انا اسف، انا اصلي اندمجت شويه. اندمجت ولا انت واخد على كده؟ انا والله ابدا، ده انا اغلى من الغلب والله. مش باين، بس انا هحاول اصدقك. على فكره انا من ساعه ما شفتك حاسس ان الدنيا بعد ما كانت مداني ظهرها ومخصماني رجعت تصالحني تاني. برافو، ده انت حافظ كويس والله. هو اللي قالها لي قالها لي كده بالظبط. عجبتك؟ اه. طب بقول لك ايه، انت احلى من اللي كنت بحلم بيها. افلام عربي قوي وقديم كمان. افلام قديمه والله. هو اللي قالها لي غاوي افلام قديمه. طب تحبي مناسبه الافلام ازعق كده باعلى صوتي زي ما كان بيعمله اقول ان انا بحبك؟ زهق. مش شرط بقى عشان انا ظابط وليا هيبه برضه، ده نادي شرطه. خلينا بقى في الجد، انا شايف ان انت معجبه بيا جدا وحكمتي عليا وصراحه، وانا كمان، فشايف ان احنا نختصر الطريق ونكلم سياده الليل. انت مغرور؟ طب عيني في عينك كده. بطل بقى بطل بقى، يبقى اكلم سيادة الله.
ادخل. اهلا يا حسام، تعال اتفضل. ازيك يا باشا؟ قول لي ايه اخبار الرجاله بتوعك في الصعيد وواجه بحري وجنوب سيناء؟ كله تمام يا فندم، ببلغهم تعليمات سعادتك كله تمام. انا عارف ان الحمل تقيل عليك، بس انت قدها وحدود وبتقوم بواجبك تمام، بدليل الاربع ظبطيات في 3 شهور. يا فندم البركه في سعادتك، كله بدعم سعادتك يا باشا. على فكره نجاحاتك دي واصله للسيد الوزير، عايزك تحافظ على النجاح ده وبنفس الحماس عشان ترفع راسنا لفوق بقى. ان شاء الله كله بحس سعادتك يا باشا. انا عارف ان انت بتجهز لفرحك ومشغول لشوشتك، عشان كده عايز انزل ظابط معاك. ايه رايك بقى، عايز عادل ولا حامد؟ لا 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 لا، حامد يا باشا، حامد يا باشا، عايزين المأمورية تخلص النجاح ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا فيه. ليه؟ ابوس ايدك، بلاش حامد يا باشا، انا وهو ما بنتقابلش في طريقه الشغل، يعني شغله ما بيعجبنيش يا فندم. انا معايا معتز، ولو احتجت ظابط زياده هقول لسعادتك. خلاص اللي يريحك وربنا يوفقك. الله يكرمك يا فندم، تعليمات سعادتك. شكرا، متشكرين. حنزل حضرتك يا فندم. مع السلامه يا عريس. بقول لك ايه اللي شرفط وشك كده يا عمر؟ ولا حاجه، شويه بلطجيه طلعوا عليا، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوسي. بس انا اديت له 1000 جنيه عشان ينزل يشتري موبايل جديد، امال يقعد من غير موبايل؟ ما يصحش. ها وجبت موبايل؟ طبعا، انا اقدر امشي من غيره؟ لا، يبقى خلي بالك على نفسك يا حبيبي وخلي بالك على موبايلك. حاضر ان شاء الله. انا اذنك يا ماما، انا هخش استريح شويه عشان جاي تعبان قوي. استنى يا حبيبي، بس هعمل لك حاجه تاكلها وادخل نام على طول. ما تتعبيش نفسك، انا اذنكم. عمر، ممكن افهم بتكذب علينا ليه؟ انا ما بكذبش على حد. لا بتكذب يا عمر. ما بكذبش. عمر انت اخويا وانا عارفاك. على اساس ايه بتقولي ان انا كذاب؟ على اساس انك انت قلت انك اشتريت موبايل جديد، صح؟ قلت. ممكن اشوفه؟ اتفضلي. ده موبايلك القديم. لا مش هو، ده واحد شبه. بلاش بجاحه، ده تليفونك القديم وانا عارفاه. يا ستي مش هو، اشتريت شبه ويوسف. ايه بقى؟ بقول لك يا عمر، اتبسط بيه يا حبيبي. كما تدين تدان، اللي بتعمله في امك هيطلع عليك، وبقول ايمان قالت. الو يا حسام باشا، ازيك يا حلمي؟ اخبار السياحه على حسك ايه؟ طمني. الزبون حجز عندنا تذكره سفر وهيسافر بكره الصبح يا باشا. انت متاكد؟ طبعا يا باشا، وانا عمري بلغت سعادتك بحاجه غلط. على فكره الشركة عاملة عندنا عروض هايلة لتركيا. لا أنا خلاص حجزت في الغردقة، حلو قوي على قدنا. ألف مبروك يا باشا، نجاملك بقى مرة تانية. مجاملتك ليا إنك تبلغني بأي حاجة، حد مسافر تبلغني أقول له مع السلامة، حد راجع تبلغني عشان أقول له الحمد لله على السلامة. أمرك يا باشا. الأمر لله يا سيدي. مع السلامة. يا ابن الكلب يا طاهر، ما وريتك. ماشي. الو انت فين يا زفت الطين؟ اني هنا يا باشا. في هنا وحيات امك وبتعمل ايه عندك؟ ولا حاجه، مستني اي معلومه جديده عشان ابلغك بيها. وما بلغتنيش ليه ان الزبون حجز تذكره سفر وهيسافر؟ ها ماني يا باشا، يعني كنت مستني لما اتاكد ان هو سافر وابلغك. يا سلام، يا فرحه امك بيك. بس انت ما شاء الله عليك يا باشا، عرفت المعلومه دي منين؟ ولا هو انت فاكر ان انا ما عنديش غيرك؟ انا ليا بدل العين الف واعرف تبت النمله. يا باشا يعني هي جت علي؟ اسمع يا بني ادم، تبلغني باي معلومه مهما كانت تافهه بالنسبه لك، سامع ولا لا؟ اللقم والخبز ده مش هيمشي عليا. اخر مره تخبي عني حاجه، فاهم ولا لا؟ مفهوم يا باشا. عيل غبي. هتعود كتير في السفرية دي؟ كلها كم يوم وهعود على طول. أنا حطيت لك خلاجاتك كلها في الشنطة الكبيرة، خصوصاً الخلاجات التقيلة، عشان لو الجو برد هناك ولا حاجة. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. خلي بالك من صحتك، وعاوزك تاكل زين، ومليكش دعوة واصل بالخواجات اللي بره، مفهوم؟ مفهوم يا ستي. والنعمة الشريفة هتوحشنا يا سيدياب. تعيش يا طاهر. بقول لك ايه؟ النبي يا سيدياب، أنا مش عايزك تنساني في الحباية ال 100 مللي. 100 مللي يا طاهر؟ 100 مللي؟ أنا مش عايزك تفهمني غلط، أنا قصدي يعني 100 مللي عشان يبقى زيادة الخير خيرين، ولا هي جت علي؟ أنت
تروح وترجع لنا بألف سلامة يا دياب. سلمك يا محروس. محروس اوعاك تكون زعلت مني ليلة الفرح، أصلي كنت مخنوق هبابة. لا ولا يهمك، المهم دلوقت تكون راقد خنقتك. تاخد بالك من حكمتك وتحطها في عينك من جوا. أبا هتوصينا على أختي ولا إيه يا دياب؟ عاوز حاجة أجيبها لك من بلاد برا وأنا مسافر؟ إذا كان كديها عاد عاوز جزيرة تقيلة. اسمها تكيلة، تكيلة هي محروس. أيوه هي دي اللي هتقول عليها. على ما تسافر وترجع أكون أنا سافرت مصر، قضيت كم مشوار وعاودت. ربنا يحميك يا ولد. هتاخد الطيارة وتتدلى على دبي. منيها هتطلع على تركيا. بعد كده هتسافر طوالي على كرواتيا بالباسبورت بتاعك بتاع جنوب أفريقيا عشان تقابل الخواجة وتخلص معاه. يعني هو زمانه لسه حالا وصل اوروبا. وصل فين اخويا؟ اوروبا. طب ايه رايك بقى مفتح انه وصل بقاله خمس ساعات واستحمى وغير هدومه واتغدى وبالامره كمان سمك. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا، ما شاء الله عليك يا باشا، ما بيتفوتش فوتي ولا فتفوته وحياتك. اسمع لا، انا عايزك تفتح عينيك واي خبر جديد تبلغني بيه فورا، خصوصا معاد وصول الواد اللي اسمه دياب ده، مفهوم؟ اوامرك يا باشا، اوامرك. ايه هتقعد تفرك في ايدك كده كتير ولا ايه؟ عايز ايه؟ يعني مش عايز حاجه يا باشا يعني. طيب امشي. ايه؟ امشي. السلام. ماشي يا باشا. سلام يا باشا. السلام اخويا. سلام. بقيت البنطلونات على مقاسك بدل ما تقع منك يا مصطفى. على قدينا يا باشا. لا انا مش هخرج معاكم النهارده. ليه بقى كده؟ هخرج مع ريهام. ريهام؟ ريهام مين دي؟ ريهام بتاعت النادي. يلا. اه اللي انت اتشلفت عشانها، صعبت عليا قوي والله. انت متخلف. يلا اسمها تلطشت. اه هي اللي تلطشت عشانها. الله 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 الله، الظاهر كده ان السناره غمزت يا محمد باشا. شكلها كده. اه بس البنت دي مش بتاعت حوارات، وشكلها محترمه مش بتاعت لف ودوران. وانت حد قال لك ان انا هاخدها والف وادور بيها؟ طب رسيني. مش عارف، بفكر اخطبها. مش انت برضو اللي كنت بتقعد تقول والله العظيم ما هتجوز، والله العظيم ما هرتبط، في ايه يا سيدي؟ انا عيل ورجعت في كلامي؟ انت مال اهلك يا سيدي؟ انا بتكلم بجد، انا مش عايزك تتسرع،
عشان ما تندمش بعد كده. وانا برضو بتكلم بجد، بيتي داخله دماغي وقاعد بفكر فيها كتير، وعايز اقول لك على حاجه غير كل الزباله اللي انت عرفتني عليهم. طب بقول لك ايه، غور انت في داهيه بقى دلوقتي عشان هي علويتك. يلا، هو انت ليه وحشاني قوي كده؟ بقول لك ايه، هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟ فيسبوك؟ اه فيسبوك. ايه غريبه؟ لا مش غريبه، بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا. طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان اعمل لك اد عندي. ما اه طبعا هنعمل اد وهنعمل فيسبوك، بس بعيد عن الفيسبوك، هو انا مش هشوفك؟ محمد طب انا هقفل دلوقتي عشان بابا دخل عليا. اوكي باي. لا لا سيادة اللواء، غورة انا في داهية طبعا. كلوا يا بنات كلوا، انا وشفا مطرح ما يسري يمري، وانت منصور عاوزك تاكل كل اللي في نفسك، كل عشان تبقى راجل من هدومك، خلي كل اخافك وتعمل لك الف حساب. كل كل اكيد هيبقى كده، ما هو الجبر البطاش سيد الناس على سن وروم. ده هو ده اللي انتوا فاكرين فيه الحديث وبس. ليه بس يا سي جابر؟ او احنا زعلناك في حاجه؟ عاوز اخوه منصور، عاوز اجيب له اخو عشان ما يبقاش كده لحاله. ليك برابر على بنات بحكمة ربنا يا سي جابر، محدش في يده حاجة. بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. واه طب واحنا بيدنا ايه بس نعمله؟ تعملوا اللي عليكم، واللي عاوز ربنا هيكون. انا خاشش في اوضه جوه اللي عليها الدور الليله دي، حصلني امرك يا سيد الناس امرك. الليله ليلتي يا حبيبتي بالسم الهاري. دياب سفر اتفق على عملية جديدة، واحنا هنا قاعدين زي الولاية ويدنا على خدنا. نفسي اشوف فيهم يوم يابا، نفسي اشوف فيهم يوم. بدل ما تقعدوا تهروا وتنكتوا في دي، روحوا اشتغلوا زي ولاد عمكم عشان تبقوا رجالة مالوا خلقاتكم. نشتغلوا كيف وهم واكلين السوق كله وبيهموا لنا الفتافيت. يعني يا ابوي هو احنا نعرف ندخلوا حتة سلاح واحدة في البلد دي من غير درع عمي؟ ها ده كان دخلها بالنار من غير ما نصعبوا عليه، وتوانا بلابيسي كمان. لأنكم هفية ومالكمش وزن. خبري عادي يا ابوي، ناقصين هم احنا. ايوه ناقصين مخ ومعارفينش تفكروا صح. وايه هو الصح عادي يا ابوي؟ خليهم يشتغلوا ويلموا الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب اختكم، هم ليهم غيره. وافرض جابر خلف واد تاني من اي مره من حريمه، يعني يعملوا ايه وقتها؟ او دياب خلف من حكمه بنت الطراشنه. ولو برضيك هيبقى لنا في فلوسهم نصيب منصور الصغير واد نجيب اختكم. وده يجي ايه بحر فلوسهم؟ انا ولا تسند السير، بدل ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا ابوي. كيفك يا بنتي؟ الحمد لله. كيفك يا همام؟ وانت يا تمام؟ ادينا عايشين يا نجيبه. طمنيني يا بنتي، عامله ايه مع جوزك؟ الحمد لله. بس دخول حكمه بنت الطراشنه بنت عمي منصور قلقني قوي يا ابوي. خبريه مالها حكمه؟ بينها واعره وما سهلهاش يا ابوي. لازم توريها العين الحمراء وتعرفيها انك الكل في الكل في البيت. صح، لحسن تسرسب وتسحلب وتتدحلب وتاخد مكانك في قلوبهم ويروح علينا الترتيب كله. ماشي يا بوي، هحمر لها عيني وهذبح لها البسه كمان. والله وحشتوني قوي قوي يا ولاد. وانت يا ماما والله وحشتينا قوي. والله يا طنط ليكي وحش. قولوا لي بقى اتبسطتوا في الغردقه؟ الا انبسطنا. طب هو في احلى من شهر العسل وايام شهر العسل؟ طب ده الجواز كله شهر العسل وبس. نعم يا حبيبي نعم. انت بتصدقي برضه يا حبيبتي؟ ده انا بهزر والله. ربنا يسعدكم ويفرحكم يا ولاد ويخلف عليكم بالذريه الصالحه ان شاء الله. جدعاني بقى يا شاهين، عاوزه اشوف حفيد قبل ما اموت يا بنتي. بعد الشر عليك يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ان شاء الله هتشوفي ولادي وولاد حسام وولاد محمد كمان. محمد ده مفيش امل من جوازه ابدا. صحيح هم عاملين ايه يا طنط؟ دول وحشيني قوي. هما مين دول اللي وحشينك يا بكاش يا نصابر؟ ها؟ مين اللي وحشينك؟ مش كفايه خدت الحته الحلوه والنظيفه اللي فينا؟ وحشت والله حضرتك. الحمد لله على السلامه يا عريس.
الحمد لله على السلامة يا عروسة العرايس. وحشتني قوي يا حسام. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه يا بنت الحلاوة والطعامة دي؟ ايه مورده ومحلوية ليه كده؟ انا طول عمري حلوة وزي القمر، بس انت اللي مش واخد بالك بقى. يا دي واثق في نفسك انت. طمني يا حسام. نعم. اخبار الشغل ايه؟ كويس، ارتحت كويس، خليك في حالك. اخبار عروستك ايه؟ اسكت يا شاهين، مدوخاني ومرمطاني وراها السبع دخات. ايش فستان الفرح؟ ايش الكوافير؟ ايش اللي بتاع ليه سوباديكير وبتاع اللي بتعملوه انتوا ده؟ هو شبه حاجات مبهدلاني. انت جيتي في وقتك علشان تشيلي من على قفاه الحمل ده شويه. هي تقدر تتاخر، ده فرح الغالي ابن الغالي اللي ما فيش زيه في الدنيا ابدا. يا بنتي اللي ما فيش زيك يا قمر يا حبيبي يا حبيبتي. منور البيت والله يا حكمة. تعيشي يا فتحية، البيت منور بناسه. تعيشي يا بنت الأصول. والله وجينا سلايف يا بنت الطراشنة. شفتي الزمن يلف 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 ونلجنا في وش بعض من تاني. الله قولي لي يا حكمة، أنت كنت فين المدة دي كلها؟ ده أنت ولا كنت بتحضري أفراح ولا معازي أهل البلد. أي والله، ده احنا افتكرناكي سافرتي. كنت في المدارس وما كانش عندي وقت لحاجه تانية. يا حظك يا حكمتي، يعني اتعلمتي؟ حصر علينا. خدت الثانويه العامه وكان نفسي ادخل الكليه وابقى محاميه. وبجدي؟ من ساعه موت ابويا الله يرحمه وكل حاجه وقفت مطرحها. واعمل لك ايه العالم عاد؟ غيرش بس خلاكي تتجوزي كبيره في السن. العالم كبر لي راسي يا نجيبة وخلاني أشوف الدنيا بشكل تاني. بلا تاني بلا تالت. هي المرة تبقى مرة غير لما تتجوز وتجيب لجوزها عيال يكونوا لها عزوة وسند. جرى إيه يا نجيبة؟ ما بكفاياكي عاد. جرى إيه فتحية؟ أنت كيف تكلميني كده؟ أنت نسيتي نفسك ولا إيه؟ عن أم الواد. يعني الكل في الكل هنه. كلنا هنه زي بعضينا، وكونك ام الواد ما يديكيش حق تتمرياسي على الباقيين. جرى ايه يا حكمت؟ انت جايه تخربي علينا ولا ايه؟ حطي لسانك في خشمك واطلعي على اوضتك عاد. انت بتهدديني يا بنت البطاطشه؟ ايوه بهددك، وان ما سمعتيش الكلام هيبقى لي معاكي كلام تاني يا بنت الطرشطه. انا قاعده لك يا نجيبه لما اشوف كلام ايه تاني اللي انت ناويه تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده. انت كده غلطتي، وانا اللي يغلط فيي لازما يتربى. اسمعي انا سوي قال ايه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي كده. ها يا بابا يا بابا.